ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل صوص كريم التشيز. مكونات سهله قوي، هنضيف كل المكونات ديت في الخلاط. هنحط السكر بعدين الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة، ونحط الجبنة. أنا هنا استعملت جبنة مثلثات ما فيهاش ملح، وملمسها كريمي كده حلو، والفانيليا حطيناها. ونحط اخر حاجة اللبن او الحليب ونضربهم في الخلاط. نبدأ بقى نحطهم في بولة نضيفة. الصوص ده ممكن نستخدمه على الكيكة او السينابون على حسب ما احنا نحب نحطه، يعني على الحاجة اللي احنا بنحب ناكلها. طعمه حلو قوي، قريب جدا من اللبن المحلى المكثف، يعني في شبه منه في الطعم. جربوه، يا رب يعجبكم. وبهنا والشفا.